البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي أعلن القائمة النهائية اللي هتدخل معسكر الإعداد المقرر انطلاقه النهاردة استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وضمت القائمة كل من حراسة المرمى حمزة علاء، علي الجبري، محمد سيحة، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النيني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل. النادي الأهلي حقق فوز كبير على الداخلية بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة في الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز. رفع الأهلي رصيده ل 54 نقطة في المركز الثاني خلفا لبيراميدز المتصدر صاحب 65 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز 18 في جدول الدوري برصيد 17 نقطة. إمام عاشور لاعب الأهلي حصد جائزة رجل مباراة فريقه أمام الداخلية، وده بعد ما سجل هدفين وساهم في فوز فريقه على الداخلية. فريق الاتحاد السكندري تعادل سلبيا مع فريق طلائع الجيش في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكري. تواجد فريق طلائع الجيش في المركز ال11 برصيد 35 نقطة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة. ومجلس إدارة النادي المصري أتم إجراءات تجديد تعاقد نجمه التونسي فخر الدين بن يوسف، وده لمدة موسم جديد بينتهي بنهاية الموسم 2024-2025. كمان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرر تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية بقيادة أميرة يوسف. بيعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى مدرب عام ونورهان صبحي مدرب مساعد ومخطط أحمال وأمجد خاطر مدربا لحراسة المرمى. التونسية أنس جابر اتأهلت للدور الثالث في بطولة ويمبلدن للتنس بعد فوزها السهل بنتيجة 6-1 و7-5 على الأمريكية روبن مونتغومري. فريق الشرطة العراقي بقيادة المدير الفني المصري مؤمن سليمان توج بلقب الدوري العراقي للمرة السابعة في تاريخه قبل جولة واحدة من نهاية البطولة بعد فوزه على ضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 37. ونادي أرسنال الإنجليزي أعلن عن إتمام تعاقده مع الحارس الإسباني ديفيد رايا بشكل نهائي بعد ما قضى الموسم الماضي مع الفريق على سبيل الإعارة من ناديه السابق برنتفورد. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن بشكل رسمي تجديد عقد الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بعد أن كان قريبا من الرحيل مع نهاية الموسم الماضي. كشف مانشستر يونايتد في بيان له عن تجديد عقد إريك تين هاج لمدة موسم بحيث ينتهي في يونيو 2026 بدلا من يونيو 2025. اتأهل منتخب الأرجنتين للدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادل المنتخبين بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي من المباراة. أحرز هدف الأرجنتين لساندرو مارتينيز في الدقيقة 35، وتعادل رودريغيز للإكوادور في الدقيقة 92 من عمر المباراة. أهدر ميسي ركلة جزاء، بينما أهدر لاعبين من الإكوادور ركلتين ليتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي.